بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة أزهري وباكستان يقوم عليها نخبة من علماء الأزهر الشريف في جميع التخصصات: التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية واللغة العربية والشريعة والقانون. الهدف منها نشر التسامح والعدل والمساواة والدعوة إلى نبذ العنف والتطرف. نفعنا الله بهم. هذه الصفحة تعنى بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وفق منهج الاعتدال ونبذ العنف والتطرف وفق مبادئ الإسلام الحنيف، كما أنها تتخذ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهلا عذبا لحل مشكلاتنا في واقعنا المعاصر. هذه الصفحة الكريمة تعنى بتفسير آيات القرآن الكريم تفسيرا سليما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية من نشر المحبة والسلام بين الناس. هذه الصفحة تعنى بنشر قيمة التسامح من خلال معرفة كيفية تسامح الإنسان مع نفسه وتسامحه في علاقته مع الله سبحانه وتعالى وتسامحه في علاقته مع المسلمين ومع غير المسلمين، من خلال الرجوع إلى مبادئ القرآن الكريم ثم الرجوع إلى النماذج التطبيقية لهذه المبادئ في السنة النبوية والسيرة النبوية العطرة، وأيضا الرجوع إلى سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الأئمة والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصفحة توحة مباركة تعمل على نشر الوسطية والتواصل المثمر على كافة المستويات بين بني الإنسان تحقيقا للأمن والسلام. هذه الصفحة تدعو إلى التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، كما تدعو إلى نبذ الخلاف ونبذ التطرف ونبذ العنف بين المسلمين وجعل كلمة المسلمين واحدة. كما تعنى هذه الصفحة بالقضايا الدعوية التي تهم المجتمع الإسلامي، تعنى أيضا بنشر اللغة العربية باعتبارها أداة لفهم القرآن الكريم، فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، ويتوقف فهمه على معرفة اللغة العربية ومعرفة أسرارها وقواعدها.